قلنا أن الهجرة هجرة العمل وهجرة العامل وهجرة المكان الذي تعمل فيه المعصية. إنسان كان مولف تيدير واحد المعصية في واحد المكان معين، يعني كان كيجمع هو الدراري في راس الدرب حدا ديك الخربة في الدورة الفلانية ابتداء من 10:30 11 12 ديال الليل، كيتجمعوا تما وكيبداو على المخدرات، الله يدخن يشرب إلى آخره. فأول حاجة من اللي يبغي يتوب إلى الله عز وجل عندنا أول حاجة الإقلاع عن المعصية، ما يبقاش يمشي كيدير هذيك واحد بقى الباكية في جيبه وتيقول يا ربي راني تبت من التدخين. رد البال، هذا من باب الاستهزاء بالله عز وجل، فهمنا؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون. أش كيطرى؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه راه مسألة ما فيهاش تخرشيش. أنت باقي النمر رقم الهاتف ديالك، الرقم الهاتف ديالها، هذيك اللي عندك بها علاقة في الحرم، وباقي الرقم الهاتف ديالو، هذاك اللي أنت باقي عندك علاقة به في الحرم، باقي الرقم ديالو في الهاتف ديالك، والواتساب ديالو عندك، والميسنجر ديالو عندك، وكتقول لا تبت إلى الله من العلاقة اللي بينه وبينه، فين علامة التوبة الشريفية؟ كتسنى باش يشدك الحنين، ولا كتسنى أنت باش ترطب شي شوية؟ ألا سيدي تبت إلى الله من تلك العلاقة المحرمة، سميتها مسح النمرة، بلوكي، سدينا. هذه هي التوبة نعمس، صافي، وإلا سميتو الاستهزاء. لا لا ملي كيجي رمضان كذب عليك، الساعة الصلاة، الطاعة، العبادة، بخير. وداك الشيء ديال النساء في الحرم، لا أبدا نعوذ بالله، لا رمضان هذا، حتى يسالي رمضان وديك الساعة الواحد إلا بغى. هذا الاستهزاء بالله. هذا الاستهزاء بالله. راك ما تتلعبش مع مع دار الضريبه الشريف، راه ما تتلعبش مع اوراق قانونيه تحتمل كذا وتحتمل كذا، راه هذه معامله مع الله، راه اخطر ما في اعمال القلوب. وحنا نشوفوا دابا شفنا الاخلاص، حنا كنشوفوا دابا في التوبه، وغيجي معنا ان شاء الله تعالى الصبر، وغادي نشوفوا منزله الصدق، وغنشوفوا الاستقامه، هذه كلها من اعمال القلوب. والخطير في اعمال القلوب انها معاملات مع الله عز وجل. وجيت لعند سيدي ربي وتبدا تستهزئ، تب الى الله بصدق، والله عز وجل يعوضك عن تلك المحبه التي كنت تحب فيها فلان او الشيء الفلاني ولا كذا في الحرام، الله عز وجل يعقبها في قلبك حلاوه بطاعته. انا كنت مولف كنحنزز ونبقى جالس ونبقى تابع الدريات وكذا الى اخره، واللي ندخل المواقع الاباحيه نتفرج، وداك الشيء راه كيعجبني نكذب عليك، كنتلذذ به الى اخره، كنقول ليه بيني وبينك أيهما ألذ بالنسبة لك؟ أن تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، أم أن تنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم غدا يوم القيامة؟ إيش بان لك أنت؟ أقول لك النظر إلى وجه الله هذا لا يعادله شيء، بل لا تعادله نعم الجنة مجتمعة. نعم الجنة اللي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جمعها كلها، هذه كلها لا تعادل لذة النظر إلى وجهه الكريم. وراء على قدري للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الله ينورك، قيل الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وعلى قدر غضك لبصرك في الدنيا يكون استمتاعك بالنظر إلى وجه الله عز وجل غدا يوم القيامة، وعلى قدر الزيادة هنا يكون النقص هناك. واختر لنفسك، واختر لنفسك. والإخوة هنا الحمد لله اللي كرمهم الله عز وجل وقطعوا التدخين، بالله عليكم من بعد المدة اللي قطعتوا فيها التدخين، وكل يجيب نفسه، ومن اللي تكونوا مع أحبابكم وصحابكم حدثوهم بهذه النعمة، هذا من نعم الله عز وجل. دابا ألستم صرتم تكرهون رائحة التدخين، ومن قبل كنتم تتلذذون بها؟ دابا المجالس اللي فيها التدخين، دابا إلا جا سلم عليك شي واحد وفيه ريحة التدخين واخا هو ما مدخنش، غير كان في شي مقهى ولا كذا، يجي يسلم عليك وفي اللباس ديالو رائحة التدخين، تتقزز من هذا الأمر، والله تتقزز منه. وفين كان ذاك التلذذ؟ الله عز وجل لما تبت إليه بصدق أعقبك في قلبك لذة الطاعة وبغض المعصية.